قرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي والتوجيه العاجل بتنفيذه وعاجل حريق في منشأة حكومية مصرية، بننشر لحضراتكم التفاصيل. وصدمة في مصر بعد تفتيش طالبات الثانوية العامة بالمنوفية في أماكن حساسة، وعاجل شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات، وعاجل تحقيق في شكوى ضد أطباء بتهمة إفشاء سر مرض ياسمين عبد العزيز. في البداية عاوزين نصلي على الحبيب محمد قبل ما نبدأ في تفاصيل الأخبار. اشترك في القناة من زرار الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو، ده مهم جدا عشان تجيلكم أهم الأخبار، واضغط على زرار اللايك عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. عاوزين نوصل 2000 لايك على هذا الفيديو. قبل ما نبدأ في الأخبار، اللي بيحب مصر ووطني فعلا يفجر التعليقات بكلمة تحيا مصر. عاوزين نوصل أكتر من 1000 تعليق مكتوب فيهم تحيا مصر وانتوا قدها وطنيين. نبدأ بتفاصيل أول خبر معانا. وصدمة في مصر بعد تفتيش طالبات الثانوية العامة بالمنوفية في أماكن حساسة. أكد هاني خضر عضو مجلس النواب عن مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية تلقيه شكوى من سيدة ولي أمر إحدى طالبات الثانوية العامة تفيد بقيام إحدى المدرسات بتفتيش ابنتها ذاتيا ولمسها في أماكن حساسة في الجسم، ما أدى إلى تأثر الطالبة وعدد من الطالبات سلبيا بهذه الواقعة، موضحا أنه تواصل مع وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وشرح له وجهة نظره. وتقدم عضو مجلس النواب بطلب إحاطة لوزير التربية والتعليم بسبب التفتيش الذاتي للبنات بدرجة لا تليق، أشار إلى أن الأمر تعدى إلى التفتيش في أماكن حساسة والملابس الداخلية، وذلك رغم وجود أجهزة كشف المعادن. وذكر أنه تقدم بطلب الإحاطة عملا بالمادة 134 من الدستور والمادة 112 و213 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. من جانبه قال أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية إن عضو مجلس النواب تواصل معه وأبلغه بالشكوى، وتبين أن المدرسة محل الواقعة ثبت بها عدد من حالات الغش. وذكر سويد أن المدرسات يقمن بتفتيش الطالبات بشكل عادي، وإذا تم الاشتباه في إحداهن تقوم مدرسة بتفتيشها ذاتيا داخل غرفة مخصصة لذلك. المصدر معانا كامل صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر إلهامه العاجل. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل حريق في منشأة حكومية مصرية. وسيطرت قوات الحماية المدنية في الجيزة على حريق محدود نشب بدأ في مدخل وزارة التنمية المحلية بمبنى الإصلاح الزراعي في حي الدقي. تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية عمليات الإطفاء والسيطرة على النيران، حيث وصلت 3 سيارات إطفاء من الحماية المدنية في الجيزة إلى مقر الوزارة. كما وصل مدير أمن الجيزة وقيادات المحافظة ورئيس حي الدقي، ونجحت سيارات الإطفاء في محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى باقي المبنى والسيطرة على الحريق. واستمع وزير التنمية المحلية خلال جولته إلى شرح بشأن الملابسات والأسباب المبدئية للحريق، والتي تبين أنها بسبب ماس كهربائي في جهاز تكييف. مصدر معانا كان من صحيفة الوطن. يعني للأسف في حوادث تكييف كتيرة جدا، يعني ابنة أحمد بدير برضو تعرضت لانفجار في التكييف، فإن شاء الله ربنا يستر علينا وما يحصل لناش أي حاجة، ربنا يسترها علينا بإذن الله. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وقرار جمهوري عاجل من الرئيس السيسي والتوجيه العاجل بتنفيذه. أصدرت الرئاسة المصرية قرارا جمهوريا يقضي بتعيين عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 286 لسنة 2021 بتعيين كل من الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني والدكتور فتحي عثمان عمر الفقي عضوين بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف. ونشرت الجريدة الرسمية هذا القرار في عددها الصادر. المصدر معانا كامل اليوم السابع. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل التحقيق في شكوى ضد أطباء بتهمة إفشاء سر مرض ياسمين عبد العزيز. في تحرك عاجل لحماية حقوق المرضى، تقدم الدكتور كريم مصباح عضو مجلس نقابة الأطباء بشكوى رسمية ضد عدد من الأطباء الذين أفشوا سر مرض الفنانة ياسمين عبد العزيز على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإحالتهم للتحقيق والتأديب.
وضح أن عدد من أعضاء مجلس النقابة تضامنوا معه في الشكوى، وهم الدكتور رشوان شعبان عضو مجلس النقابة، والدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة، والدكتور أحمد فتحي عضو مجلس النقابة. أشار إلى أن الأطباء الذين تم تقديم الشكوى ضدهم كل منهم خالفوا آداب المهنة والقسم. من جانبه أكد الدكتور أسامة عبد الحي أمين عام نقابة الأطباء أن هناك شكوى تم تقديمها للنقابة العامة ضد أحد الأطباء باتهامه بأنه أفشى تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز. أكد أنه سيتم عرضها على لجنة آداب المهنة بالنقابة للتحقيق فيها، والنتيجة إما للإحالة إلى الهيئة التأديبية أو الحفظ. واستنكر أمين عام الأطباء ما وصفه بالهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأطباء بسبب المضاعفات الطبية. أكد أنه ليس معنى وجود مضاعفات لأي مريض أن هناك خطأ، لأنه غير منطقي إلا تكون هناك مضاعفات وكل المرضى يتعافوا فورا، وهذا لا يمكن أن يحدث في أي مكان في العالم لأن هناك مضاعفات وارد حدوثها. وأضاف أن إرهاب الأطباء بهذه الاتهامات سيجعلهم يبعدوا عن التصدي للحالات عالية الخطورة كما يحدث في بعض دول العالم، مما يحرم هؤلاء المرضى من فرصهم في العلاج. وتابع عبد الحي الهجمة الشرسة وغير الأخلاقية على الأطباء في السوشيال ميديا ليست في مصلحة المرضى والطب في مصر. المصدر معنا كان من صحيفة الوطن. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. نتمنى الشفاء العاجل للفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز. ننتقل مع بعض الخبر آخر، وعاجل شيخ الأزهر يعلق على الكوارث والفيضانات. حذر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من الكوارث والفيضانات التي تجتاح بعض الدول، أكد أنها ناقوس خطر للتغير المناخي. وقال شيخ الأزهر في منشور على حسابه الرسمي على فيسبوك إن ما تشهده بعض دول العالم من فيضانات أودت بحياة المئات وشردت آخرين، ومن ارتفاع قياسي لدرجات الحرارة في عدد من المناطق هو ناقوس خطر يؤكد ضرورة التحرك الجاد والحازم لمكافحة مخاطر التغير المناخي وحماية مستقبل البشرية من هذا الخطر الحقيقي. مصدر معانا كان من صحيفة المصري اليوم. أترك لحضراتكم التعليق على هذا الخبر. عاجل، الرئيس السيسي بيصدر قرارا جمهوريا جديدا والتنفيذ فورا، ومفاجأة وللأسف بننشر لحضراتكم الحالة الصحية للمشير طنطاوي خبير مياه مصري بيفجر مفاجأة بخصوص سد النهضة والتوقف عن التخزين، ومفاجأة البورصة المصرية بتربح رقم ضخم في نصف ساعة. تابعوني واعملوا سبسكرايب وخشوا على القناة. دي كانت العناوين، التفاصيل هتلاقوها على القناة. جينا مع بعض لنهاية نشرة الأخبار. أتمنى أكون خفيف على حضراتكم وما تقلتش عليكم إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد وقريب، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.